بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنفيذ مشروع تحكم في فتح وغلق باب باستخدام الباير سنسور حساس الحركة تحت إشراف دكتور أيمن حجاج والبشمهندس محمد عبد الهادي. ودلوقتي هنشرح مع بعض مكونات المشروع: أردوينو أونو، سيرفو موتور، باير سنسور حساس الحركة، وأسلاك توصيل. هنا السيرفو موتور SG90 أنجل من 0 لـ180 ديجري، يتم توصيله من خلال 3 أسلاك: الأورنج للسيجنال، والريد 5 فولت، والبراون للجراوند. ودلوقتي عندنا حساس باير سنسور. فكرة عمله: عند مرور أي جسم من أمام الحساس يكون بفتح وغلق الباب عن طريق الأشعة تحت الحمراء، يتم توصيله عن طريق 3 أسلاك: الأول الVCC يتوصل بالـ5 فولت بالأردوينو، والأوت السيجنال تتوصل على الديجيتال على الأردوينو، والجراوند هتوصل على الجراوند على الأردوينو. ويحتوي الباير سنسور على 2 بوش بوتون، الأولى للتحكم في الديلي، زمن التأخير في غلق الباب، والأخرى تستخدم في التحكم في مجال استشعار الحساس. دلوقتي هنشرح كود البرمجة المستخدم في تنفيذ المشروع. تمام. أول حاجة هنا احنا بنبدأ بنفتح من على الأردوينو IDE، بنفتح مكتبة سيرفو. تمام. بعد كده بنبدأ ناخد من المسميات بتاعتنا من على المشروع، مسمينا السيرفو بماي سيرفو. تمام. بعد كده خدنا متغير باسمه انتيجر، تمام، اللي هو الباير ايكوال 7، يعني خدنا اللي هو الإشارة بتاعت السنسور وصلناها في الديجيتال رايت على البين رقم 7. تمام. بعد كده ما دخلنا في متغيرات اللي هو الاي دي اي، خدنا الفويد سيت اب المسميات بتاعتنا. هناخد البيم مود. تمام. اللي هو ايه البيم مود؟ هنا اللي هو عباره عن الاشاره بتاعت السنسور اللي هو الباير، هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن انبوت على المدخلات. بعد كده الماي سيرفو اللي هي الاتاتش. تمام. ديت خدت من على الديجيتال، من على الديجيتال بتاعت الاردوينو، خدت البين رقم 8. تمام. بعد كده عندنا السيريال بيجن 9600. تمام. بعد كده اما ناخد الفيد لوب، هنبدأ بعد كده في الفايد لوب. عندنا خدنا انتجر فالف ايكوال ديجيتال ريد، يعني القراية بتاعتنا. تمام. هتبقى بالباير، يعني القراية اللي هياخدها الباير سنسور. تمام. بعد كده عندنا سيريال برينت، يعني ايه؟ بعد ما ياخد القراية من على السنسور هيدينا سيريال برينت الايه؟ طباعة اللي هو الفالف. فهو جابين هنا اداة الشرط اللي هي اف. لما اف عندنا تساوي اللي هو الفالف بتاعها ايكوال هاي. تمام. لما السنسور يدي اشارة ان هو متصل، تمام، وياخد اشاره هاي، يتم تفعيل ايه؟ ماي سيرفو. بياخد قرايه يفعل 180 الديجري اللي هو الانجل بتاعته، الزاويه بتاعته على 180. تمام. لو ما اتحققتش الاف ديت، لو ما اتحققتش معانا هتنفذ اللي في الالس. اللي في الالس بتقول ايه؟ ان هو ماي سيرفو لو ما اتحققش الهاي، يعني الفالف ما حققتش الهاي، هتحقق معانا اللو، وبالتالي هيقفل الزاويه بدل ما هي 180 هيبقى ايه؟ هتبقى عباره عن زيرو. تمام. وبعد كده الديلي اللي هو الزمن اللي الباب هيفضل فاتحه قد ايه معانا، هيبقى 500. تمام. وكده الكود بتاعنا خلص. تمام. نقدر دلوقتي نبدا نحرق على كارته الاردوينو ونشوف هيحصل كده ولا لا. دلوقتي كده معانا احنا تم الحرق الكود على كارت الاردوينو. تمام. وزي ما احنا شايفين هو كده الكود محروق فعلا على الاردوينو. تمام. دلوقتي لو جينا اي حاجه تمر من قدام الحساس، تمام، زي ما انتم شايفين الباب اهوت كده، الباب بيفتح بيعمل الديلي اللي احنا عاملينه تحت اللي هو ال 500. تمام. ويقفل على طول اللي هي نص ثانيه معانا. تمام. لو جينا تبعناها على السيريال مونيتور اللي هي اللي احنا ايه ضايفين في الكود، السيريال دوت بيجن 9600 اللي هو احنا ضايفين ان احنا لو عايزين نشوف الزيرو والوان على السيريال مونيتور، لو جينا نظهرها قدامنا اهوت، تمام، زي ما احنا شايفين الاضافه صفر على طول اهيت. تمام. لو جينا نمرر ايدينا من قدام الحساس، تمام، يفتح الباب يعمل الدليل 500 قدامنا الواحد، ظهر اهوت ان احنا كده ايه اللي هو الحساس بيشعل 5 فولت بتوعه. تمام. للسيرفو موتور. تمام كده. وهي دي ايه زي ما احنا شايفين اهوت كده المشروع. تمام. ماشي. تمام. زي ما احنا شايفين كده يا شباب واحنا قدام المشروع. تمام. وادي الباير سنسور اللي بنتكلم عليه، لما نمرر ايدينا، تمام، الباب بيفتح بالدليل اللي احنا مكررينه اللي هم 500 ثانية. تمام كده اهو، اول ما يمر عليه شيء بيشع حرارة، تمام، فالسنسور بيحس بيه مباشرة. وكده تم الانتهاء من الايه؟ من المشروع بالكود بالاجزاء بكل حاجة كده. تمام.